عليكم، مرحبا بكم عندنا في قسم ديالنا عند المعلمه ديالنا والمدربه ديالنا سميتها الذهبيه. نوريك الاعمال ديالنا اللي كتعلمنا منهم. هذه الاعمال كيف كتشوف القفطان، القفطان مخدومه باليد مطروج وفيه التنبات وفيه السفيفه والعقاد. وهذه الخدمه على هي خدمة تقليدية مع عصرية، خدمتها واحد الزميلة معنا هنايا. وكما هذه هاد جلبة، جلبة مخزنية، هذه جلبة خدم خرجت على مود يلاه عاد ما انتشرتش بزاف. هذه خدمة باليد سميتها الطز التونسي او الطز النرويجي، هذه الخدمة ديالي انا. هادي ما كملتش الاشهر من دخلت هنايا وراني كنتعلمها، هادي وتعلمتها وراكم شدو. وفيها الجيوبات كما تشوف والكتاف طايحين، وقلت لك الطرز نوجي مع بونتو ديكرو دخلت فيه جوج انا. وكما كتشوف هادي واحد الزميله معنا خدمه خدمه عصريه دايره لافيست ودايره كما كنقولوا حنايا بالريفيه ديالنا بيستيدو. وهاد الجلابة خدمتها واحد الزميلة معنا سميتها كي سميت لها مهم ما يهمش الاسم، كتكون معنا مخدومة بوتو ديكرو وشميشة. وهاد الطرز كذلك واحد البنت معنا دا هي خدمت هاد الطرز باليد، كلشي باليد بصح مخدومة بالصوف كما كتشوف. هادو كاع الاعمال ديال البنات اللي معنا في القسم، كل وحده شنو خدمت، اللي خدمت العبايه واللي خدمت لاغوب ديال بنيدات صغار، واللي خدمت كسمت لها بيستيدو مع قميجه يعني دو بياس. وهذه جلابه كذلك مخزنيه مطروزه باليد كما كتشوف. وجلابه كذلك هذه معنا واحد البنت مخدوماتها بكسمت له بالصوف كما كتشوف، كسوة عصرية ديال بنيدات الصغار. هادو كما كنقولها باللغة ديالنا حنا ديال المنطقة قرطشة، يعني كطلامط ديال بيت النعاس. هادي خدمتها واحد البنت معانا كما تشوف مع المخيط. وكاين شي الملابس اخرين معلقين، كل واحد شنو داير، شي دايرة التنبات، شي كاين دايرة الطاز، شي دايرة كسميت لها كروتشي مع العقيق مع يعني التنبات. كاينه اللي دايره التنبات وصي مع السفيفه، وكاينه اللي دايره الطرز، راك عارف مع كل نوعيات الخدمه كاينه هنايا. وكاينه اللي خدمه الطميطه ديال الطبله مطروزه باليد. وهاد الخدمه يعني ماشي ديال الخياطه ولكن داخله في ديكوراسيون. هذه واحد البنت خدمتها معنا ديال الخشب والزاج، هاد هاد خوا بياس كيمشيو فيها ديال الحنه ديال العروس ومع الشميعات، وهذا كيمشي عليه لا طاخت. وكاين هاد قرطشة تاني، درنا جوج انواع ديال قرطشة. كاين هاد قرطشة نوع اخر مخدومه عاوتاني باللون دوغي مع بلوند. وهذا مكان راكم كما كتشوف ملابس اخرين عصريه راهم على كل نوع كاين هنايا، كل شيء ديال البنيتات الصغار كما كتشوف والله كيجبدوا نظام حلوين. ومعلمه ديالنا ربي خليها زعما تعلمتنا من كل حاجه، ما نجيو نطلبوا منها حاجه نقولوا لها بغينا هذه ولا شفنا هذه ولا دغيا كديرها، يعني كتقول لنا اللي بغيتو نديرو له. علمتنا التقليدي وعلمتنا العصري واي حاجه وسيراميك اي حاجه اللي بغيناه كتعلمها لنا. وشكرا على الزياره ديالكم، وربي يخلي المعلمه ديالنا الذهبيه والمديره ديالنا والمفتشات والمعلمات كاع ربي يخليهم وعاونونا زعما كلي طلبناها كاينه. وتحيه للتلميذات والمعلمات والمشرفات كاع لهاد المؤسسه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أمي معلالي طالبة شعبة القانون سنة ثانية وفي نفس الوقت مستفيدة من نادي النسوي لأري الشيخ.
كما كتشوفوا اليوم تشرفنا بحضور المندوب والسيده المديره ديال المركز والمفتشه ديال الجهه الشرقيه، وكان شرف لنا انهم يحضروا. كما كتشوفوا هذو امثله ديال الخدمه ديال البنات اللي خرجت من الانامل ديال البنات اللي تبارك الله عليهم، فعلا زوينه كما كتشوفوا هنايا. كاين دفاير وشكلوا منهم شي حوايج، يعني اللي غادي يشوف هاد الفرام تلقاها ما غاديش يقول انها تقدر تعتم شطه بحال هكا. كاين ديشينيو هنايا، الحاله زونه، كاين هنايا النحله، كاين هنايا وسي الشبكه، كاين هذه عاوتاني اللي كيجيو دي بوكل فلو، ودارت لها دارت لها ان كريباج هنايا وطلعتها 3D. Les 3D, la plupart les 3D. Voilà, la plupart les 3D. La plupart. Chignon de grâce de la mariée. Chignon de grâce de la mariée. Masha'Allah, yani. كاين بزاف ديال الامثله، وفعلا البنات هذا النهار فرحونا بهذه النتائج اللي عطاو. الشينيون ديال نوال ما شاء الله، يعني هي تبارك الله عليها، ديال الفلور ديال الورده ما شاء الله عليها. نجدوا اليوم بالنادي النسوي ديال العرين الشيخ اللي حاضرين بالضبط في قاعة الحلاقة والتجميل اللي فاجأتنا جميعا. أنا المستوى ديال الإبداع، المستوى ديال المشاركة والممارسة ديال هاد البنيتات اللي كاينين هنايا، اللي كل وحدة عندها مستوى، اللي كل وحدة بغات هاد النوع ديال الفن. بغيتكم تستمروا بنفس الجديه اللي بديتوا فيها، وهذا شيء جميل جدا. بغيتكم ان شاء الله حتى انتم تنفتحوا على السوق من خلال مقاولات الشباب، اللي كل وحده فيكم ان شاء الله غادي تشد طريقها وغادي تساهم حتى هي في التنميه. وهذا هو المعنى الحقيقي لنساء مبدعات. كنتمنى لكم التوفيق، وكنجدد التحيه بالمناسبه ديال اليوم العالمي للمراه اللي كيتصادف 8 مارس، واللي المديريه الاقليميه بتنسيق مع المراكز النسويه ضمت واحد العدد ديال الانشطه الخاصه بهذه المناسبه. نتمنى ان شاء الله نتلاقاو بكم العام الجاي اللي غادي تخرج، نتلاقاو بها ان شاء الله دايره الورشه ديالها، دايره العمل ديالها، واللي باقيه عادي تزيد معنا هذا العام ان شاء الله. نتمنى لها التوفيق. وكنشكركم على هذا الترحاب، كنشكر الجميع اللي ساهم في 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 عرض هاد المنتوج، وما عندي ما نقول، تبارك الله عليكم. اول حاجه كنشكر جميع فتيات شعبه الحلاقه والتجميل، وكنشكر الضيوف ديالنا على الراس ديالهم الاستاذ حميد بوزيان والاستاذه بشرى مشاور ومديره المركز. وبصراحه لولا هما الدعم ديالهم ما غاديش نوصلوا حنا لهذه المسائل. وتبارك الله على التلميذات ديالي، تبارك الله عليهم كاملين، لان وصلوا لواحد المستوى اللي كنت كنتمنى له، وكنتمنى لهم التوفيق ومزيد من النجاح في الحياه ديالهم ان شاء الله. اي بوكو غاتكون كاملين. تفضل السي حميد. قسم الحلاقه والتجميل في النادي النسوي العرين الشيخ للتكوين المهني، بتقديم اغلى وازكى التهاني للمراه المغربيه عامه، والسيدات الفاضلات والاستاذات العاملات بالمؤسسه خاصه، راجيا من العالي القدير ان يتمتعن بالهناء والعافيه. كل عام وانتن بالف خير يا جميله الحياه. وبهذه المناسبة ننادي على السيدة المحترمة حفيظة المرياشي مديرة المركز لنقدم لها هذه الشهادة مشكورة على المجهودات الجبارة معنا. المستفيدات من النادي النسوي للعرين الشيخ خصوصا شعبة الحلاقة والتجميل، نقدم تحيات شكر وتقدير للأستاذة الفاضلة أستاذة مريم الرمضاني على مجهوداتها معنا. بس
بصفتي على المجهودات ديالهم وعلى كل شيء اللي الخدمة اللي داروها والعناء والتعب. وفي نفس الوقت كنرحب بالضيوف ديالنا، مرحبا بهم، وبلا المسؤولة والمديرة ما وصلوا حتى شي حاجة. بالدعم ديالهم والمجهودات هما اللي خلاونا نوصلوا لهذا الشيء اللي حنا فيه دابا. مريم المستفيدات كاملين على هذا المجهود، كنقول لهم الى الامام يا نساء يا مبدعات، ديما الى الامام، وما عمركم ما تقولوا ان هذه المهنه غير مشرفه، ديما انكم راه الانامل الذهبيه في يديكم، غتمشيو بعيد ان شاء الله بالتوفيق وبالنجاح ان شاء الله. وكنشكركم بزاف على هذه الالتفاته اللي التفتوها، وسيد النائب المدير الاقليمي اللي بدورته هو كنشكروه، اللي ديما ما عمره ما بخل علينا شي نصيحة ولا يد العون ولا الإخوان ولا جنود الخفاء. راه كاينين الناس جنود الخفاء اللي كيعاونونا بزاف وما كيبانوش في الصورة، كنشكرهم شكر جزيل وشكرا بارك الله فيك. المؤسسة ديالكم بحال دار بحال بيت، شي حاجة ديالك باش تعطي فيها تكون تكونوا مرتاحين، هذا الشيء كيعبر على أنه ما كان داير النوع ديالك، إلا ما بغيناهش ما يمكنش نعطيوه. أنا كمسؤول إلا ما هذا الله سبحانه وتعالى يدي فينا البركة ويزيدو فينا، هذا الشيء راه كيفرح وهذا فن، وكل وحدة غادي تفي الطريق ديالها، ولكن كل وحدة ملات واحد حلفة اللي الله سبحانه وتعالى رزقها بها، وغتعيشها وتعيش بلادها وتعيش الجيل اللي جاي، وهذا هو الاستمرار. شي كيف ما قلت دابا معكم الاستاذة تبارك الله عليها والعام كيفاش. عندنا الاخت كريمة المزياني اخسيس مكياج شينيو ناول وعليت الاخوات السنه مكمله الشعر، ما يمكنش وحده تلبس شي تكشيطه وهي كلها في اخر مطاف. حنا بغينا هاد المؤسسه كامله نساهموا فيها باش تعطينا واحد المنتوج واحد البرودوي في اخر مطاف اللي هو مكتمل، وهذه هي الصوره الحقيقيه. هذا شويه الناس كيحسوا بانه التجميل والحلاقة شي حاجة ذي هذا، ولكن بالعكس هي كتخدم الإنسان جمالية لنا في آخر مطاف. هي ماشي غير في هذا، دوك ما دابا نوصف التلميذات المؤسسة ديالنا خصها توصل. لا تبارك الله، فوالا هذاك الشيء اللي تخرج السنة التالية.